صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحب المتبادل من مظاهر محبة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهية ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أمرا جبليا. لكثرة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره، ولو كان هذا الأمر ليس تشريعيا. يعني هلأ في الوضوء، أن تجعل الوضوء مرة رابعة هذا مكروه. السنة في الوضوء 3 مرات، فإذا سويته مرة رابعة هذا مكروه، لكن هذه الكراهة كراهة تشريعية، يعني الشرع يقول لك هذا مكروه. الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس مكروهة. إذا واحد صلى الفجر، السنة أن لا يصلي شيئا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس بمقدار رمح يصلي الضحى. فهلا إذا واحد صلى بعد صلاة الفجر هيك قال ركعتين لله تعالى، هذا مكروه، لكن هذه الكراهة كراهة شرعية. أما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أكل البصل، يكرهه، هي الكراهة مو تشريعية، هو البصل يجوز أكله ولك أن تأكله، بس النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره رائحة خضاب الحناء، الحنة إلى ريحة، فالنبي يكرهها. هذه الكراهة ليست تشريعية، يعني إذا واحد بيحب هي الريحة أو واحد عنده ما فيها مشكلة ما في حرج بالشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الشيء كراهة جبلية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لشدة تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صاروا يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره، ولو كان الأمر جبليا. وقد سبق ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والذي في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم لما سئل أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فإني أكره ما تكره يا رسول الله. مع أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه كان يأكله، بس لما خبر بأن حبيبه صلى الله عليه وسلم يكرهه كرهه. وعن كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه. ستنا عائشة المرأة عم تقول لها أنه معلش أنا أتحنى، قالت لها: لا بأس به، بس أنا عائشة تقول رضي الله تعالى عنها ولكني أكرهه. كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. فأنا من وقت ما دريت أنه بيكره ريحه كمان أنا ستنا عائشة ما عاد حبيته. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء هو اليقطين، والقديد نوع اللحم المجفف بطريقة معينة. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، يدور على قطع اليقطين،
يقول أنس: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. حبيت اليطينة. وزاد مسلم قال: أنس رضي الله تعالى عنه: فما صنع له طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وفي رواية يقول أنس: فأنا أحب القرعة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. هكذا شأن المحب، أن يحب ما يحبه محبوبه وأن يكره ما يكرهه محبوبه. يا أيها الإخوة، هذا الحب، هذا التعلق الزائد والكثير برسول الله صلى الله عليه وسلم يهون عليك كثيرا الانضباط بالشريعة. ولا زال أحدنا إذا أحب شيئا بادر إليه. هلا شوف ابنك لما بيحب أستاذ للرياضيات بصير ابنك شاطر بالرياضيات، وإذا كره أستاذ الإنجليزي بصير ابنك كل الإنجليزي ما عاد يحبه. بس لما بيحب، مع أنه الرياضيات فيها صعوبة، ممكن الإنجليزي تكون فيها صعوبة، بس عندما يحب أستاذه بتلاقيه بيصير أحب شيء عليه أن يدرس الرياضيات، أحب شيء عليه أن يدرس اللغة الإنجليزية. لما أنت بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصير أحب شيء عليك الانضباط بأمره، أحب شيء عليك أن تترك الحرام، أحب شيء عليك أن تتقن الفرائض، أحب شيء عليك أن تصلي التهجد. كان واحد من الأخوة تعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا استيقظ من الليل قبل أذان الفجر بده يقوم يصلي تهجد، بس بقى الدنيا برد والسرير دافئ وتعبان، والشيطان كلياتنا بيوسوسنا انه هلا خليك استنى لك 5 دقائق بس 5 دقائق بس 10 دقائق عشان تنام وتروح عليك. فيجي الشيطان يقول له انه بس 5 دقائق، فينكمر هيك بالاحرام 5 دقائق، فيتذكر سيدنا محمدا صلى الله انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هالساعة بيكون فايق، ما يلاقيه اللي غير انتفضت انتفاضة من السرير وصار متجها للوضوء ثم للصلاة. لما بتحب، الحب يخليك، الحب يدعك تطير طيرانا إلى امتثال الأمر. بتصير تحب إنك تصوم 2 وخميس، بتحب. هلا في ناس بيصوموا 2 وخميس بس بيقول لك يعني بيشعر بي يعني بضيق، بس في ناس لا بيصومه هو بيحب. يحب أن يتصدق، مو بيتصدق، يحب أن يتصدق، فهو يتصدق وهو يحب أن يتصدق، فهو يصلي ويحب أن يصلي، فهو يصوم ويحب أن يصوم، فهو يبر أمه وأباه ويحب أن يبر أمه وأباه. اللي إحنا كلنا من بر أبونا وأمنا، بس في واحد بيقول لك بشعر تقل، بيقول لك يا أخي شو بدي أعمل، شو بدي أعمل يعني أبي ولازم أنا أسمع كلمته، لازم بره، الله يعيننا. بس في واحد بتلاقيه يتلذذ يعني ببر أمه وأبي. والله قال لي أحد الأخوة ويلي بيلتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيلتزم أمر الشريعة، يعني بيربح لما بيخسر، يربح ربح يعني الله عز وجل لا يخطر لك على بال هذا الربح. قال لي أحد الأخوة: وقد رزقه الله تعالى رزقا لا يحصيه، بس كان عنده بر بأبيه بر عجيب. قال لي: والله يا أستاذ، أبي لما طعن في السن كنت أنا أعتني به حتى في الأمور الخاصة، حتى أنا حممه لأبي لأنه ضعف يعني عن الحركة، وأنا أحلق له دقنه بالبيت، ما خلي الحلاق، مع أنه هو ممكن يجيب الحلاق، بس أنا أحلق له دقنه وأنا اللي لبسه. قال لي: لكن لما كنت وضيه لأبي بقى يوضيه بالغرفة، بقى يجيب هالطشط ويصب من الإبريق على إيديه ويصب على وجهه وبعدين يغسل له قدمه. قال لي: بس أخلص غسيل القدمين بقلب هالطشط، قال لي أبي يدعي دعاء والله لا أحصيه. الله أكرمه، عنده سلسلة فنادق، مو فندق، سلسلة فنادق، والله منعم عليه نعيم كبير. والله يا أخوان، الذي يطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يطيع أمر الله عز وجل يسعد في الدنيا والآخرة. بس حتى تطيع في عقبات، الشيطان بيمنعك، هوى النفس بيمنعك، الصاحب السيء يمنعك، الشهوات تمنعك. شو اللي بيسهل عليك أن تخترق كل هذه الحواجز؟ تخترق الشيطان
وتخترق هوى النفس، وتخترق كلام الصاحب السيء، وتخترق الشهوات الحب. إذا تعلق قلبك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشاهد نفسك من أحب شيء عليك أن تترك الحرم، من أحب شيء عليك أن تلتزم الفرائض، من أحب شيء عليك أن تتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يزيد الحب في قلبك، عم نكرر هذه العبارة، ترك المعاصي وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.